وغنشبع وما غينطقش واحد النهار ما غيسبنيش وما غيعضنيش وما غيغدرنيش، واني بنادم كحل الراس ما بقاتش في دير موثق، راه اليوم يوكلك غدا يتقيع عليك يقول لك نهار كنت تكن فيك الجوع درت لك وفعلت لك وترت لك، فهمتي؟ مسكينه اللي دار بلاشي. هاك الكومونتاج كيدوزو بزاف، اخي نيبالا عنده انا عنده ملات وجه في الرباب، فقد عندي انفصام الشخصيه كحل الراس. والله يجيك كحل الراس ما فيهش الثقه، والله كحل الراس فيهش الثقه، كحل الراس والله ما فيه فيهمش الثقه. دابا شوف الكونسيبت ديال نيبالا، راه الناس عارفين الكونسيبت ديال نيبالا، يعني باش ما نكذبوش عاوتاني على راسنا. شوف نيبالا، علاش انا طلعت مع نيبالا؟ انا عارفو كي داير نيبالا. انا نيبالا شوف نقول لكم، شوفوا سولوه، دخلوا عنده سولوه. انا كنت عييت من سب فيه، سبيت في نيبالا، سبيتو وما كاش كيقول سميتي كاع، ما كيقول لا الفرم لا سميتي، لو ما كيجبدنيش كاع. صافي واخا ان شاء الله، انا راه باقي في اللايف، والله الا باقي في اللايف. خالد علاش منعو مروان؟ مروان منعوه، منعوه باش ما يدخلش كاع حتى لداخل، لحقاش كنصور حدا الحبس كنبين الحبس. كيخاف منك؟ لا ما كيخافش مني، لا ماشي كيخاف مني، لا ماشي كيخاف مني، بلا ما غاديش كيخاف مني، واني ما عرفتش علاش هو ما كي اصلا ما كيجبدنيش، ما كي انا واخا سبيتو علاش انا نسميت عليه الزباله، راه انا نسميت عليه الزباله، نسميت عليهم الكيله بالضله حريوده، انا سميت عليها قريوده والله، وديك الحسي وخبشي وعضي. كوا ماما تشي اتخابي جي با كومبري ماما. مورو صدق لا يخاف عنده محامين، حيت البارح قال عطيت 4 مليون للزكي، عطيت 4 مليون للزكي. وهما دابا شوف، دابا العقل، انا شنو قلت له؟ قلت له واش عمرك شي واحد غادي يسرق دي معاه لا كارت ناسيونال؟ يعني فهم، انا شوف انا جي با بيزوان باش غادي نبقى نجيب لك الاقراص والخشيبات، واش فرق يمشي يسرق ودي معاه لا كارت ناسيونال؟ واش فرق حيت غيبغي يدخل لواحد الدار كيخلي البصمات ديالو؟ يعني الانسان فاش غادي هذيك فاش غتبغي تشد 4 المليون، راه ما يمكنش غادي تعطيها لوحده بنادم والكاميرات والقهوه، راه غتشد داكشي بينها وبينها، لان قالك لا ما دخلتش في الرشوه، لا راه داخل في الرشوه انتيا سيد مختصبك ومختطفك وما خلى ما دار لك، والتهديد تحت السلاح الابيض وتهجم على مسك الغير، واش راه الجنايات هذه؟ راه عتيرا بنادم، عرفتي قلت لك القاضي غير معاه غيشوف فيه غيصيفطو، هادشي واحد اللي ما يحكمش بالعدل راه غيشوف فيه غادي يصيفطو نيشان، يعني ما غاديش عادي يجلس يقرا الدوسي ولا غير داكشي، راه عتيرا مغرق. دونك هي واش هي حماره؟ هي فاش شراو ديك الطوموبيل الجديده وصافي. المهم بعدو مني انا 4 مليون، ديك الساعه كانت عندي 4 مليون، راه خدمتها واقيلا شي جوج سيمانات ضربت ديال ما ديك 4 مليون، وعادي صحابي انا حسبتها صدقه بحال راني حجيت بها ولا درت بها عمره، هذه هي اللي كانت النيه ديالي ما نكذبش عليكم. ديك 4 مليون فاش عطيتها هو قال لي سلفني سلفني، وانا قلت له لا هانيه صافي، هذه كادو مني لكم، ما قلتلوش انا حسبتها صدقه بحال بيني وبين راسي حجيت بها عمره صافي. يعني 4 مليون، 4 مليون راه خسرنا حنا الزبابل ديال الفلوس غير في الخوال الخاوي، هاد 4 مليون اقسم بالله الا مشاو لي الزبابل ديال الفلوس، انا لو كنت وكنت داك غاده ولا كنت شي زقران كون راه عندي دابا على الاقل، اقسم بالله العلي العظيم على الاقل تلقاي واحد 300 400 مليون في الكونت بونكر، بلا اللي داك لي المرا، ما كنهضرلكش على اللي داك المرا، شي حاجه اخرى اللي خاسر انا في القصارات والسهرات، والناس ديال برشلونه راه عارفين، راه عرفتي شحال ديال الفلوس خسرت زباد الفلوس 4 مليون، راه كانت كتبان لي 4 مليون فاش تكون عندي 4 مليون كتبان لي بحال غنخرج غنضرب دويره غنرجع ما تبقاش في جيبي، فهمتي؟ دونك هذيك 4 مليون انا عطيتها له، انا نويتها يعني عمره، ما نكذبش عليك قلت عمره ولا حج، المهم انا قلت صافي بحال عطيت بحال مشيت عمره هكا في راسي، قلت صافي بحال مشيت عمره ولا حج صافي. وانا سبحان الله ديما فاش كنكون هكا باللي قبل ما ننعس كنتسنط القران، ولا فاش كيكون داك معقيلي كنتسنط بزاف داك معقيلي، فاش كيكونوا على مكه كنحس براسي بحال انا كنطوف، اقسم بالله شحال من مره كيجيب لي الله بحال انا كنطوف معاهم، والله الا كيجيب لي الله بحال كنطوف معاهم المناسك ديال الحج، يعني بقوه ما كنت كنتفرج فيهم والطواف وهادي، حتى وليت كيجيب لي الله راسي انا راني حجيت، والله العظيم والله العظيم بالله. المهم
خاص انا ديجا الزكي تعاملت معاه. الزكي ديجا كان وقف على واحد 2.5 مليون باغي يشري طوموبيل واقيلا معاك هو كيبيع ويشري في الطوموبيلات ولا داكشي. تعاملت معاه 2.5 مليون وردها لي وتعاملت معاه ورد لي. يعني كيقولوا لك الزكي غينصب عليا، نو الزكي ما نصبش عليا في 4 مليون خاص انا اللي قلت له سير الله يسهل عليك ان شاء الله تحج يا ربي امين يا ربي امين يا ربي. اقسم بالله الى الامنيه ديالي هي نحج، فهمتي نحج. وانا ماشي داك الحاج غنبقى الحاج غنبقى نلبس ديك الجلابه ونربي ديك الحياه، لا نمشي نحج غنبقى كما انا عادي نصلي صلاتي. رشقات لي نضرب الكاس من مور العشاء افعل ما تشاء غنضربو بيني وبين اللي خلقني. ما رشقاتليش ما غنديرو شي حاجه. المهم اللي غنغسل ذنوبي مع بنادم، اما ذنوبي بيني وبين الله ربي يغفر لي الا بغى يغفر لي، ما بغاش يغفر لي ما يغفر ليش. المهم داكشي غادي غنمشي نحج امور العشاء غنبقى نضرب الكاس ديالي سالي عشايا ونضرب الكاس ديالي، او نوض الصباح نتوضا ندوش نصلي الفجر ديالي. دونك داكشي اوطونكو انا ما غنعاديش الناس. انا كنشرب، فاش كنشرب انا ما كنبقاش نحياح في الزنقه ونخرج بالجناوه، لا نو كنشرب ترانكيل عادي كنشرب كنشط كنعس. دونك داكشي بيني وبين الله. انا مود باش عرفوني باغي نحج ومازال ما بغيتش نحشم. الناس كيمشيو يغسلوا الذنوب وانا مازال باغي نسكر. تكلمي جدا اخي، تكلمتي جدا البارحه عندما كنت ترد السؤال بسؤال ليس بالجواب. اوكي فوالا. دابا رضا امي، رضا امي فهمتني. البارحه انا كنت كنرد لهم سؤال بسؤال، فهمتي ما غاديش نعطيك الجواب، غادي نعطيك سؤال الا قدرتي انت غادي تجاوبني على داك الجواب. دونك راك فهمتي المعنى، ولا الا بانت المعنى لا فائده في التكرار، فهمتي. ايوا غير جلس بلا ما تخسر فلوسك. ولكن اخويا حز والشراب لا داكشي بيني وبين الله مور العشاء افعل ما تشاء. راه الاداء المنادي حتى على الطريق اللي سالفوالا. الله الله عمو. شوف غنقول لكم واحد الحاجه، هما فاش بروفوكاو نبيل ونزار وخالتي لطيفه بلي انهم كيطلعوا كيسعاو كيديروا الثانيه في البريفي باسكو الناس كيتعاطفوا معاهم كيصيفطوا لهم فلوس الله يسهل عليهم. يا دونك هنايا نقولوا حنا لا دابا فهموني انا، حنا نقولوا حنا لا فامي سبيتي كتسعى اوكي في البريفي، هما ما كيطلعوش كيقولوا لهم صيفطوا لينا ما كيقولوش. نهضروا بصراحه دابا دويو علينا وجريو علينا، انا مع الحق والله واخا يكون في الوالده ديالي شي اعز ما عندي يكون فيها الحق فيها الحق. انا والله ما كنظلم شي واحد، وعاودت لكم القصه. انا الوالده ديالي كان وقع لها مشكل مع واحد الانسان من العائله، وفاش كنت هبطت للمغرب مشيت عند دوك الناس، والوالده ديالي ما كتمعنيش عمرها عندها مشاكل مع من ما كان، ما كتقوليش علاش مشيتي عندهم والله ما كتقول لي. كنقول لها امي انا غادي نمشي عندهم، كتقول لي صافي ولدي غير ما تعطلش واش تغدى معنا ولا تغدى معاهم، وما تقوليش علاش مشيتي عندهم ولا ولا جامي باسكو عارفاني انا كي داير المشاكل. ما عدا شي واحد نيتي لا ادى للوالده شي كلام جرحها ولا سمعت شي حاجه خايبه تقالت وي، اما الا كان مشكل وهما كانوا تناقشوا على ذاك المشكل ما كنتدخلش. ولكن باش توصل يعني اي واحد كيف ما بغى يكون، انا ربا نهار جرح امي درت فيه قال الوالده واحد الهضره حدايا.